مساحتنا الأخيرة طبية. طبية مساحتنا الأخيرة وسنية كمان عن الأسنان، لأنه أسنان دائما بتشتغل كمطحنة قوية، وعلى الرغم من قوة احتمالها إلا احتمالها لهالمطحنة كلها، لأنه تلف الأسنان ليس ببعيد وبسبب ما تتعرض له الأسنان يوميا مما يؤثر على سلامتها. واليوم رح نناقش مواضيع تلف الأسنان، ورح نحكي بمواضيع تانية أكيد. يعني صحيحة ليا، رح نحكي عن موضوع تلف الأسنان مع دكتورنا عماد الدين الأيوبي، أخصائي في طب الأسنان. يسعد صباحك. صباح وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا يا ميت. أهلا وسهلا فيك دكتور. يا ميت أهلا وسهلا. بالبداية يعني خلينا هيك نحكي عن أبرز المشاكل يلي بتواجه كل حدا فينا، من سقوط الأسنان، من كسر الأسنان، من سوء بصير هيك فجأة الأسنان كلها يا بتهر يا بتصير بتسوس فجأة. هلا مثل ما حكيت، هي الأسنان يعني استخدمتي تعبير مطحنة، يعني هي فعلا بتقوم بهالعمل، وهو عمل كتير جبار وجهد كتير قوي بيتطبق عليها. يعني كل أنواع الأكل اللي عم ناكله وكل درجات الحرارة اللي عم تمرق عليها، بقى كتير القوة اللي بتتحمل كتير قوى. وهي الأسنان لازم نحط ببالنا إنه هي جهاز مثل باقي أجهزة الجسم، يعني بدها تتعرض للشيخوخة حتما، بس نحن بنحسن نحافظ عليها قدر الإمكان بحيث إنه نأخر الشيخوخة قدر الإمكان. تمام. هلا في مشاكل ممكن تكون، ممكن نصنفها ضمن مشاكل اللي بتصير نتيجة التقدم بالعمر، والمشاكل اللي لا بتصير حالات مرضية. مثلا المشاكل اللي بتصير بتقدم العمر، ممكن تتآكل طبقة المينا، حتى ممكن تتآكل نسج السن، ممكن يصير في عنا تراجع باللثة، ممكن على الصعيد الجمالي بيغمق لون الأسنان مع مرور الوقت. في عنا عدة مشاكل. المشاكل الثانية المرضية، سواء كانت نكور أو مشاكل لثوية أو حتى ممكن كسور الأسنان. طبعا كل واحد من هدول في له طرق للوقاية منها، وإذا صارت هالمشكلة في له طرق لمعالجتها. تمام. خلينا نحكي عن الأمراض، رح سميها أنا مو المرضية، الإهمال، تحت عنوان الإهمال. خلينا نحكي عن أبرز هاي الأمراض اللي عم تكون، يمكن التسوس هو أغلبها تمام أو أشهر بشكل عام. هلأ في شغلة بس أكتر من الإهمال اللي هي سوء الاستعمال. يعني إحنا الأسنان الله خلالنا ياهم لحتى أنه ناكل فيه، نستعمله للأكل. تمام. حتى نحن نكسر الجوزة أو ظرف الكاتشب نفتحه أو يعني في كتير استعمالات خاطئة هي اللي بتخلي، أو كمان كان هلأ قولي ما عاد فيه بس الأناني أنه أنينة تفتحها. في مرضى بيجوا بيتفاخروا بها القصة أنه أسناني أنا مثلا بكسر جوز فيه، بقول له الله يعطيك العافية. في إلى عمر وفي إلى وقت. هيك كان ينقل عروس. تمام. منيح اللي من زمان مو هلا. كان ما حدا تجوز هلا. هي أول شيء سوء الاستعمال، يفترض إنه نستعملهم مجرد للأكل. والشيء الثاني يفترض إنه نعتني فيهم من ناحية التفريش، نعرف الأساليب الصح وأساليب الوقاية المضبوطة. طب هون بس بدي أعمل مداخلة، إنه نفرش اسناننا انه بعد كل وجبه ولا صبح مساء بكفي؟ يعني في ناس بتلاقي عندهم كثير ليا هوس انه بعد كل وجبه بدي فرشي، ولا لا خلص بكفي صبح مساء؟ لا، من الشيء الغلط انه نفرجي مباشره بعد كل وجبه. يفترض بعد الاكل بنص ساعه اذا بدنا نفرش اسناننا بعد كل وجبه. اذا في عندك استعداد انه بعد كل نص، يعني اكلنا هالوجبه استنينا نص ساعه فرشينا اسناننا، كثير منيح. تمام. بس هو الشيء الكافي انه 3 مرات بالنهار. طب ليش نص ساعة؟ يعني ليش هذا الزمن؟ هلا في آليات هي معقدة بالنسبة للأسنان وبالنسبة للعاب وبالنسبة للحموضة وبالنسبة لأنه أول شيء يعني طبقة السن بعد الأكل مباشرة بصير في عندنا نسبة حموضة معينة، بقى بتكون لسه السن طري، بقى إذا فرشينا أسناننا مباشرة ممكن الطبقة السطحية من السن إنه تزول. يعني هيك إذا بدنا نبسط المفهوم. بقى يفضل لا، نستنى نص ساعة بعد الوجبة لحتى تكف الحموضة والطبقة السطحية ترجع تتمعدن شوي، بعدين لحتى نفرش أسناننا. أما مباشرة بعد الهي ممكن تكون يعني في مشكلة بالنسبة للأسنان. بس الشيء الكافي إذا نظرنا مثلا للجراثيم، إمتى بتبلش تساوي التحلل الحمضي، إمتى بتبلش الكمائر تطلقها، يفترض الصبح أول ما نفي، لأنه فترة الليل فترة طويلة تاركين الجراثيم براحتها إنه عم تشتغل، يفضل أول ما نفي نفرش أسناننا. والمساء قبل ما ننام كمان لأنه حننام فترة طويلة، وفترة الظهر، هالثلاث فترات بيكونوا كافي. طبعا التفريش إضافة للفلوس أو الخطوط الخيوط البين السنية، في أراني فرشاي دائما بتحكي عنها، لأنه 90% من النكور عند الأشخاص البالغين بتكون بين الأسنان.
ما بتصل الفرشاية، إضافة للمضامض طبعاً، هيك بنكون إنه نظفنا الأسنان بشكل كامل. نعم دكتور، خلينا نحكي عن يمكن أبرز الأطعمة اللي فيها مواد هي بتأثر على صلابة السن أو بتأثر على مينا السن، شو هي أبرز القصص اللي لازم نبتعد عنها؟ هلا كل شيء أطعمة حامضية بشكل كبير بتأثر على هالمشاكل، يعني مثلا كمان من العادات السيئة في عند بعض المرضى وبنحب العام يعني هرش الليمون، هي بتعرف بيمسكوا هيك وبه هي كثير بتأذي الاسنان. تمام. شغله ثانيه هي مثلا المشروبات الغازيه فيها حمض الستريك كمان ممكن كثير ياثر، اي شيء في حموضته عاليه ممكن. بالنسبه لكمان اذا بدنا نحكي بشكل مفصل بالنسبه للموالح، نسبه الملح العاليه اللي هي فيها والفتره اللي طويلة، يعني الواحد متى ما حياكل بزرة أو بزرتين متى ما قاعد بيسرد أيوة بقى ممكن أنه تسبب هالمشاكل. مواد حامضية كبيرة ممكن أنه تأثر ممكن أنه تسبب مشاكل، نحاول نبتعد عنها. الشوكولا كمان إذا بدنا ناكلها يفطر، يعني ما في مشكلة كتير، بيجي لعنا أهل بيقولوا أنه ابني بيأكل شوكولا كتير، ما في مشكلة يأكل بس يفترض أنه يفرشي بالمقابل. حتى النصيحة كتير مهمة كمان هي أنه يكون في انتظام بالأكل، انه مو كل شوي، لانه مثل ما قلنا لكم انه يفترض بعد كل وجبه بعد نص ساعه انه نفرشي. بقى اذا طول ما لك قاعد عم تاكل ما حتحسن طول ما لك قاعد تفرشي اسنانك. تمام. بقى نحاول تكون الوجبات منتظمه، مو طول الوقت اكل ونقارش وهيك، هالشيء كمان كثير بيسبب مشاكل للاسنان، ساعتها ما حنلحق انه تفريش وتنظيف له. صح دكتور، يعني كل ممنوع كل ممنوع مرغوب، كل الشغلات الطيبه طلعت بتضر الاسنان. هلا بتضر اذا كان في اهمال. صحيح. يعني بس بينما قدر محدود وصار في عناية بعدها لا إن شاء الله ما بضل. أكيد. دكتور عماد الدين الأيوبي أخصائي في طب الأسنان، أهلا وسهلا فيك. أهلا. شكرا كثير لك دكتور. يا ميتالي.